مشروع سوسيو اقتصادي اللي اعطاه انطلاقة صاحب جلالة اليوم اللي داخل في اطار واحد الاتفاقية بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المغربية اللي كانت توقعت امام صاحب جلالة. وهذا مشروع من تقريبا 11 نقاط ديال التفريغ اللي غادي تكون داخل المملكة وستة ديال الاسواق ديال الجملة اللي غادي ينطلق، وهذا ان شاء الله ينطلق اليوم وغادي يكمل هذه السنة في نفس السنة ديال 2011، وله مزايا كثيرة ان شاء الله في المستقبل ديال التثمين وديال كذلك باش نقربوا السوق يعني لهذا يعني الليمغان اللي هما موجودين، لان هذا الصيد التقليدي حيث غادي تكون هنا واحد لهال دو بواسون، غادي يكون واحد المركب اللي فيه جميع الخدمات، فكل هذا غادي يخلي بانه غادي تكون واحد يعني الحمد لله خدمات يعني جد ايجابيه اللي هي في مستوى المتطلبات ديال هاد الساكنه. وهاد الناس راكين هما 500 ديال الليمغان بيشور اللي موجودين، واللي الحمد لله اليوم جاهم مشروع كبير وكبير جدا. هاد النقطة التفريغ المجهزة ان شاء الله غادي تطلب 12 شهر باش توجد، والاهداف ديالها هي تحسين ظروف العمل ديال الصيادين، لان غادي تبني لهم مرافق اللي غتسهل عليهم رفع القوارب مثلا. والهدف الثاني هو رفع من المداخيل ديال هاد الصيادين من خلال تثمين المنتوجات ديالهم وتوفير لهم مستلزمات الحفاظ على الجودة، لان ملي كان بنيو مصنع الثلج ولا غرفة مبردة، فهاد الصيادين يمكن لهم يحطوا المنتوجات ديالهم ويحافظوا على الثروة ديالها ويحافظوا على الجودة ديالها ويقدروا يبيعوها بثمن أهم. هادشي كله كيدخل في نطاق برنامج تحدي الألفية في المغرب اللي هو المبلغ ديالو شامل 700 مليون ديال الدولار. هاد 700 مليون دولار فيها فلاحة، الصيد البحري، الصناعة التقليدية، القروض الصغرى ودعم مؤسسات. وزدنا هذه واحد العامين واحد البرنامج ديال محاربة الأمية اللي هو المبلغ ديالو 30 مليون ديال الدولار. هادشي كله غادي مزيان دابا، لأن هذه عامين والوكالة كتشرف على هذا البرنامج، وصلنا ل 410 مليون ديال الدولار تقريبا 60% ديال المبلغ. وان شاء الله في خلال هذه السنه 2011 غادي نوصلوا 600 مليون ديال الدولار اللي هو المبلغ الاجمالي. الجميع المسائل غادي نستافدوا فيهم. اولا غادي نستافدوا في الفريغو لاكلاص، وغادي نستافدوا في هذوك المحلات اللي بغيت تبناو لينا، فهمتي؟ وغادي نستافدوا في الثلج اللي قالوا لوجدين ديال الثلج غادي قالوا غادي يديروه لينا، وغادي نستافدوا حتى في ليسانس اللي قالوا غادي يجيبوه لينا. الجميع المسائل اللي كاينين غادي نستافدوا فيهم. والجميع اللي دار هنا راه فيه الاستفاده لهاد الناس.